السلام عليكم، حياك الله عزيزي المشاهد، سعد الله هذا الوقت. شكرا لكم والله العظيم، شكرا من هنا الى 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 لما اموت. شكرا، وصلتوني 416,000. اسال الله ان يدخلكم الجنه يا رب. كل من اشترك واللي ما اشترك جماعه الخير يشترك، الله يرضى فيك اشترك. مقطعنا اليوم جماعه الخير سؤال محرج، يا اني اجاوب يا اني اتعاقب. ما ودي اطول عليكم، تنسون لايك وبرضه اشتركوا وفعلوا زر التنبيه. هذيكم المقطع. غرفه رائد الحلو جدا، الله يسعد. طبعا اياد يا جماعه الخير تحصلون حسابه تحت بالوصف، مره مبدع، مره ممكن تصير معنا بالمابات والاشياء الطيبه. نبدا يا رب. الله يسر، والله ماني شوي بس عاد نقول ان شاء الله. يعني عزيز المشاهد، ما رايتوا يا جماعه؟ ما رايتوا؟ والله العظيم يا اخي، غرفتي، غرفتي ذي، والله انها غرفتي يا شباب، والله انها غرفتي، والله ابدع، والله العظيم انه ابدع. يلا الكرتون اللي هناك يا ساتر. طبعا يا جماعه الخير هنا بيطلع لي السؤال، اذا انا ما ابغى اجاوب على السؤال اروح العقاب. العقابات مره قويه، مو بداخل فورت، تكون برا فورت. الله يستر. حبيبي صوره وجهي حاط اسمك يا بارد الوجه حمامي. الله لا يفضحنا فضيحه، فضحنا ذا مستر سكر الباب. هنا يا جماعه الخير اصور لكم مقاطع. السؤال الاول، مين افضل شخص عندك في باور؟ والله كلهم الافضل عندي ورب الكعبه، لكن الافضل الافضل من ناحيه شغل ومن ناحيه هذا والله احمد شنق، والله هو الافضل عندي انا. الكذب خيبه، والله اني صادق. بسم الله، يلا بس الزمه ما في عقاب. السؤال الثاني، لو تختار اداري يطلع من الفريق مين؟ لا ما اتفقنا كذا. دقيقه يعني والله كلهم كويسين، كلهم احبهم. يلا نعملك. والله العظيم انهم كلهم كويسين. اياد وش ذا الاسئله؟ الحين حددت العقاب. والله بزر ذا عقاب عشوائي. اصرخ صرخ قوي. الحمد لله، ياس يس، هذا اعلى صوت. الحمد لله عقاب. والله العظيم ان العقاب حلو. شكرا اياد، الحمد لله طلع سهل. اذكر يقول لي في صحبات. بالله اكثر شخص ساعدك في مسيرتك وما تنساه؟ والله كثير ساعدوني ورب الكعبه كثير ساعدوني. ايه ابدا بمين؟ تامر اخوي، طبعا من خلف الشاشات. تامر اخوي الصغير ومن خلف الشاشات، ولكن افادني يعني اشياء كثيره افادني فيها. بعد شبنات، شبنات برضو ما انسى، عكوم ما انسى، باور بشكل عام برضو ما انساهم. يعني كلهم كثير والله ناس ما قصروا معي، ولا راح انسى لهم الجميل هذا ابدا مهما كان الامر. وش اسوأ شيء فيك؟ أسوأ شيء فيني، أسوأ شيء فيني، أسوأ شيء فيني، شيء سيء فيني إني أضحك كثير. كل وقت يضحك، كل وقت يضحك، كل وقت يصحى من النوم قبل لا أنام وأنا أصور، وأنا بدون ما أصور، وأنا مع العيال بدون عيال، ضحك ضحك ضحك، جدول وناسة تصدر. لكن لجا وقت الجد أو حزنت أو شيء ما راح يتقبلون مني، راح يضحكون او يحسبوني اطقطق. انا فعلا حزين. يعني ليش ما تشترك؟ انا كل يوم اقول لكم اشتركوا اشتركوا وتحسبوني اطقطق واضحك. صادق انا ابيك تشتركي بعد قلبي عشان يعني. والله ما ادري، الحمد لله يعني. انتم اكتبوا وش اسوء شيء فيني؟ انا عدل، انتم اكتبوا. اللي بعده، شيء ودك تغيره في نفسك؟ هي فضفضه هي. شيء ودك تغيره في نفسك؟ شيء ودك تغيره في نفسك؟ التفكير الكثير، افكر كثير، مره افكر كثير. الايام اللي راحت صرت احرم نفسي اني افكر، احاول قد ما اقدر اني ما اجلس على عشان ما افكر. التفكير الكثير يعني حتى وقت النوم لجاني النوم اروح انام، بس اما اجي اتقلب هذا ما احبه، لانه التفكير الكثير يعني ودي افضل. اللي بعده، سوي عقاب من العقابات بس كذا مزاج. لا زاحف زاحف يا ابو وجه مثلث، زاحف يا اياد، يا رب يطلع لي عقاب سهل. دق على ابراهيم قول له محتاج اجازه مدتها شهر. ابراهيم نايم اتوقع. ما بدك ليش؟ شكرا الله. الو السلام عليكم. سلام. نايم؟ دق علي الفجر وابكي لي نايم. انا اسف، والله اني اسف. طيب بس بقول لك شيء قبل تنام. ابراهيم ابي اجازه شهر بس، لاني احس اني نفست. اجازه شهر. يا رجال. ليه؟ كمل تصوير. تصوير ايش؟ ما في. يلا. يا امك يا بطري، يا بطري، والله انك يا بطري. مديري اكيد يعرف حركات الزحف هذه. كيف عليك يا اياد يا بارد الوجه؟ لو عقاب من عقابات. لو اختار منصة تحذفها من عندك وما عاد تنزل فيها. ها؟ سناب؟ لا والله. لا مستحيل. يوتيوب مستحيلين. وتش؟ لا. انستغرام؟ تيك توك؟ لا والله ما ادري.
انستغرام انستغرام بحذف بحذف انستغرام والله هو قليل تفاعلي فيه شوي ان شاء الله ضيفوني انستغرام جماعه الخير عشان اتفاعل اكثر هذا حساب انستغرام جماعه الخير ضيفوني هناك عشان اتفاعل فيه زياده بسم الله افضل شهر طلعت دخل فيه كم هلا الو يلا جايك عليكم يا جماعه الخير امزح والله شوف يا جماعه الخير انا ودي اتعاقب صراحه يعني احس انه يعني اشتهيت اتعاقب رقص اي رقص بفورت غني عليها راب رقص بغني عليها راب اوكي بغني وبص راب وش يلا تنير النير الليل تنير النير الليل تنير النير الليل تنير النير الليل اذبك اسلم ارقص يمه ياهو ياهو هذا الراب حقي تبي ولا بكيفك ما عندي راب غيره اللي بعده لو رجعت بالزمن وش بتغير بغير السنين اللي راحت ما بديت فيها باليوتيوب لاني انا بادئ باليوتيوب متاخر المفروض اني بادئ قبل 10 سنوات لكن الحمد لله الحمد لله كل حال راضي اللهم لك الحمد بسم الله الرحمن الرحيم كيف تعرفت على الشيخ نايف الله الشيخ نايف قبل 7 سنوات او 8 سنوات تقريبا كنا بالصراحه جالسين جاء واحد من ياقل بجيب ولد خالتي شيخ كذا مطوع وجانا ويوم جانا سوالف كذا واستغربنا مطوع يلعب بلوت حكم ثاني يضرب استغربنا بعدين اخر شيء قال بدا يقول لنا قصص ونمنا كلنا بصراحه وسحبنا عليه قال قاعد يسولف الحاله كان خالد بن وليد يركض يركض فهمت ونحن الحاله قاعد يسولف ما تعرفت عليه صرت نام على فخذه كذا ويقول قصه الله كنا نجيبه كل يوم عشان يقول لنا قصه وننام يا بعد قلبي والله العظيم الحمد لله الحمد لله اني تعرفت على شخص مثل نايف اي والله بتشرف والله اني احبه مره يا جماعه الله اللي بعده فاصل اعلاني يا جماعه رايتو رحم الله والديك اي والله رب الك... يا اخي اياد مره اكرهك مره احبك ورب الكعبه كبرت بعيني شكرا رايتو يا بعد قلبي ار واي واثنين ادعمني بتقدر رايتو شوف الله يعني ذوتك لو تختار دوله تسكن فيها وش هي السعوديه بلدي وموطني سارعين للمجد والعليا مجدي لخالق السماء مواصفات زوجتك وشو يا بارد الوجه تبي بزوجتي ان تكون تحب الضحك والوناسه بعده نفسيات انا ما احب نفسيات ابدا يلا باذن الله اني يا رب ارزقني بزوجه صالحه دوري يا جماعه وش تحت الكاب تحت الكاب باذن الله باذن الله بتشوفونا كلكم بسلسله من يشيل الكاب او اذا دخلنا المليون باذن الله اللي بعده اختار شخص صدر ضمن باور مستحيل والله وتالله مستحيل كلنا ما بعض كلنا اخوان والله عائلتي الثانيه لا عقاب والله ما اكتبها ما في عقاب سماح يس يس الحمد لله لانه اشوف يا الله ما قدرت اطرد احد الله اكبر بسم الله اللي بعده اللي بعده هاي إلى هنا وصلنا لنهاية المقطع لا يعطيكم العافية لا تنسون اللايك والاشتراك بعد قلبي وروحي كود الدعم RA2 وأسأل الله العلي العظيم أن يدخلكم جنة أرضها كأرض السماوات والأرض عدة المتقين يا رب العالمين